ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ وكل سنة وانتم طيبين، يا رب سنة سعيدة عليكم وتكون حلوة. ده هيبقى اخر فيديو ان شاء الله معانا في السنة القديمة، نبدأ بقى سنة جديدة مع بعض كده بكل خير وسعادة يا رب. انتم عاملين ايه؟ جايلكم النهاردة كده بفيديو بسيط كده، عاملة فيه اكلة حلوة قوي اللي هي كوسة بالبشاميل. انا بعشقها، بحبها جدا. انا مكنتش بحبها الاول بصراحة، بس من ساعة ما جربتها بالطريقة دي وانا بحبها جدا. يعني انا بحبش الكوسة كطبيخ، بس بصراحة من ساعة ما عملتها بالبشاميل طعمها احلى وقيمتها الغذائية عالية جدا، وكمان الولاد بيحبوها قوي، فعشان كده على طول بعملها بالبشاميل. زي ما انتم شايفين كده، انا غسلت الكوسة كويس وقطعتها. لازم تغسلي الكوسة كويس عشان بيبقى فيها رمل، فبنقعها شوية كمان في طبق او في حاجة يعني. وبعدين قطعتها وحطيت كده معلقتين زبدة حلوين، وبدأت ان انا اشوح فيها الكوسة. طبعا انتي بتبقي معصجة اللحمة المفرومة على جنب، وكمان بتبقي عاملة البشاميل على جنب اللي هو البشاميل العادي يعني. بتبل الكوسة، بحط لها ملح وفلفل اسود، وكمان بحط لها حاجه حلوه قوي اللي هو ايه، نعناع ناشف، بيدي طعم حلو جدا الكوسه وبيليق عليها قوي في الطعم. فبحط لها معلقه نعناع ناشف صغننه كده، تمام. واللحمه بقى عادي جدا بعصجها عادي يعني، اللي هو بصل ولحمه مفرومه، وبتبلها عادي ملح وفلفل، تمام. بس مش بنشف اللحمه قوي يعني، يا دوبك بس بديها كده ان هي لونها يبدا يغير، ما يخشش في السوا قوي يعني، ما تبقاش مستويه 100% يعني، تمام. والبشاميل طبعا اللي هو العادي خالص. دلوقتي انا ببدا ان هو بسيبها اهو لحد ما بتنزل ميتها. بعد ما بتنزل ميتها دي بترجع تشربها تاني، لان هي الكوسه اصلا كلها ميه، ومفيده جدا، حلوه جدا والله، وطعمها حلو قوي. عايزه اجرب مره اعمل لكم ان شاء الله شوربه الكوسه برضو، ودقتها مره في مطعم وعجبتني قوي، فان شاء الله عايزه ان انا اعملها عشان برضو تبقى حلوه. بس زي ما انتم شايفين البشاميل يعني عادي برضو، انا بعمله بس على البارد، مش بعمله زبده واقلب يعني، مش دايما بحط زبده ودقيق واقلبهم في بعض، لا بعملهم على البارد. وانا بعمل الاكل بقى يعني، بقالي فترة بتابع القمر دي، بتعمل قصص فظيعة فظيعة، بوليسية كده ولا مش عارفة، قضايا وحاجات وقصص رهيبة يعني. يعني بقالي مثلا اسبوع محشورة كده في القناة بتاعتها، ما بطلعش، كل يوم اسمع لي قصة. بس حبيت اوريكم كمان المجلة دي جات لي عند باب البيت. انا اوقات بيجي لي مجلات، وكمان الكتالوج بتاع ايكيا بيجي لي هنا عند البيت وكده. ولقيت فيه كمان الكارت ده عامل ديسكاونت عن تقريبا حضانة يعني 15%. بس هي اكيد يعني حضانة غالية عشان كده عاملين 15%، يعني هنا الحضانات غالية جدا يعني. بس يعني انا ايه يعني، عجبني شكلها فخليتها يعني، بصراحة شكلها حلو كده ومرسوم عليها حاجات للكريسماس وكده، وانا بحب اقعد اتفرج على المجلات دي يعني. بس هبدأ ان انا هرص بقى الطاجن بتاعي. انا بحب طبعا اعمل في الطاجن، انتوا اكيد عارفين، بس بتحطي بس مادة دهنية بسيطة من تحت، وهبدأ ان انا ارص الكوسه زي ما انتم شايفين كده. بصوا هي بسيطه جدا وسهله جدا، مفيهاش توابل كتير، هي بس التركيه بتاعتها معلقه النعناع الناشف بتديها طعم حلو قوي. بس وانا قاعده بقى بعمل الاكل بتفرج على القمر اللي انا قلت لكم عليها دي، والله بجد بتعمل قصص فظيعه، وبقعد مشدوده للقصص جدا، وبقعد اسمعها واواضي، هي بتبقى اواضي حقيقيه. في اواضي بتبقى اتحلت يعني، اواضي لسه ما اتحلتش، فبتشغلي دماغي يعني. وانا بحب الحاجات دي بصراحة، والحاجات اللي فيها مغامرات ومش عارف ايه والكلام ده، فقناة حلوة قوي. بس بعدين اديني برصها، هو طبيعي جدا كوسة ولحمة مفرومة وطبقة كوسة كمان.
وبعدين بحط البشاميل. ممكن تقدري تحطي طبقة بشاميل مع اللحمة المفرومة زي المكرونة كده، وممكن لأ عادي تخليها زي ما هي، أنا بحبها كده وما بحبش فيها أي توابل زيادة، وبحب أعملها بالزبدة لأن يعني الزبدة بيبقى طعمها حلو قوي قوي مع الكوسة. وبعوض دوت ان انا ما بعملش اللحمه المفرومه بماده دهنيه، كده كده اللحمه المفرومه بتنزل الدهون بتاعتها فهي بتسوي نفسها في دهونها يعني بس. واتمنى يعني يكون الاكله دي عجبتكم. هي حاجه بسيطه وما فيش روتين ولا حاجه، بس انا قلت اعمل معاكم الاكله دي لان انا بحبها قوي وماما كمان بتحبها، ولما بقول لها الطريقه ماما بتنسى، فانا حبيت اعمل لها الفيديو دوت عشان كل ما تحتاج الوصفه تدخل تتفرج عليها. كل سنة وانتوا طيبين، وبس، وان شاء الله تبقى سنة سعيدة بقى عليكم، وافتكروني بدعوة حلوة. انا كل سنة لما في دخلة السنة الجديدة بحب كده اصلي ركعتين لربنا، يعني عشان السنة الجديدة تبقى داخلة علينا كده بالخير وبالتفاؤل يا رب، وان شاء الله. واتمنى ما حدش، احنا عارفين ان السنة اللي فاتت ما كانتش الطف حاجة، بس انا سمعت حديث ان حرام ان احنا نشتم في السنة يعني، او في اليوم او في الزمن او في الدهر زي ما بيتقال يعني، بس انا مش فاكرة الحديث بالضبط. فاتمنى ان احنا ما نشتمش اي سنة يعني، لان طلع موضوع ده طلع حرام، فخلينا نقول يلا سنة عدت بحلوها وبوحشها، وسنة جاية جديدة ان شاء الله علينا فيها خير وتفاؤل وامل وحاجات حلوة جدا ان شاء الله. خلينا متفائلين كده ان شاء الله، وعندنا يعني تفاؤل، وخير ان شاء الله يعني، خير بأمر الله، اتمنى من الله ان تبقى خير يعني. بس زي ما انتم شايفين كده انا حطيت جبنة رومي قبل البشاميل لان بتديها طعم حلو قوي قوي قوي. وبعد البشاميل كمان بحط شوية صغيرين. اوقات بعمل الكوسة قوالب نفس الطريقة دي بالظبط. واحدة حبيبتي هي اللي كانت قايله لي على الطريقه ودقتها عندها بصراحه عجبتني برضو، ان انت بتجيبي كوسايه كبيره ما تجيبيش الصغيره، بتجيبي الكوسه الكبيره وبتقطعيها نصين وبتشيلي اللي هي القلب اللي من جوه دوت، وتبداي تحشي اللحمه برضو، تديها تشويحه الكوسه كده، تديها تشويحه زي دي بس تشويحه بسيطه، وتبداي ترصيها في البايركس وتحشيها من جوه لحمة مفرومة، وبعدين طبقة جبنة رومي، وبعدين تحطي البشاميل وفي البايركس بتاعك، فبيطلع طعمها حلوة جدا. شفتوا زي الخرشوف كده لما بيترص كده، هي نفس الفكرة دي بس بتبقى كوسة، بيطلع طعمها حلو جدا جدا للناس اللي هي بتحب تاكلها ايه لوحديها كده كواحدة بحالها يعني، برضو بيطلع طعمها حلو جدا نفس طعم دي. بس دلوقتي انا حطيت الجبنة الرومي وحطيت زبدة بسيط كده من الوش، عشان تعرفين انا مش حاطة في البشاميل زبدة، وحبدأ ان انا احطها في الفرن. تمام، هتستوي في الفرن مش هتاخد كتير يعني، وبعدين هتطلع هتبقى بالشكل العسل اللي انت هتشوفوه دلوقتي دوت. والف هنا وشفا على قلبك يا ربي، ورب يكون الفيديو عجبكم واكون خفيفة عليكم. وما تنسونيش بقى في اللايك ماشي، والسبسكرايب لو انتوا مش مشتركين، علشان انا جالي ان في ناس مش مشتركين كتير بيتفرجوا على القناة بتاعتي. تمام، فاتمنى يعني تدوسوا كده على زرار الاشتراك وتفعلوا الجرس، عشان ان شاء الله لو فيديوهاتي يعني عجباكم يجيلكوا اشعار باي فيديو جديد. بس بحبكم جدا، وكمان ما تنزلوش تعملوا لي فولو على الانستجرام، هكتبه لكم دلوقتي هنا. لو حابين انتوا تتكلموا معايا اكيد هبقى مبسوطة جدا جدا، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد المرة الجاية.